ابنائك كلهم تشوفهم كل ابوهم تراهم متعودين على ذي العلوم وذي الفعول الطيبه، ولا هي بغريبة منك والله يا ابو صالح، ما استغربنا ولا الاداره اللي تحتك. نقول مبروك لزياد الشهري استاذ ابو سعد، استاذ صراحه الغالي، المكان اللي حطيت الرجل المناسب مكان مناسب. نقول الله يوفق ان شاء الله ابو عبد الله، ابو عبد الله ما قصر معنا وبيض له وجهه، ونقول بيض له وجهك ابو صالح على الاختيار الطيب زياد الشهري. كل ابونا يد واحده باذن الله تعالى معك ومع زياد الشهري ومع ترك الدوسري ومع مشاري عتيبي، كل ابو الاداره كامله ما بدنا نسحب. نقول بيض الله وجهكم بيض الشعب، بيض الله وجهك ابو صالح من اللي تعبنا والله نقول صادق يا شباب. بس معلش عندي كلمه، بس اعطني شويه دقيقه بس كلمة ما بيننا، كلنا بيتين اللي بيتكلم ما في مشكله، خذ براحتك لا عادي كلنا واحد يرجع هي مع عزيمه كلم مبروك والله انكم تشتغلون، والله انا فرحنا فيكم كلكم، لا ابو شايع ولا شايفينه والله بعينكم ورنس ولا فيصل ولا مسفر ولا عثمان الجنيبي. انا من امس كنت اسولف انا والعيال، انا اعرف ان المكان هذا بعد ابو عبد الاله ما يغطيه الا زياد الشهري بدون قصور في احد، بس هذا الرجل هو اللي كان يعني يحمل المكملات كلها اللي تحطها في المكان هذا. الله يوفقه، احنا معه حلو، وهو مقدم وهو زميل قبل يكون مدير الان، احنا معه على الارض الواقع ويبشر بنا ونكمل كلنا نسير سوى البرنامج لنا وللجمهور. كفو بسحاب وبيض الله وجه ابو صالح على اللفته الكريمه اللي لا تستغرب منه يوم انها الغى البرايم، واسال الله سبحانه يوفق الجميع نحقق المراد ونوصل للمكان اللي يستحقه الجميع. عندي يا رجال لما اقول لك اول شيء يا طويل العمر، يا طويل العمر ابو صالح اول يوم قابلته هنا بالخيمه اللي هو اول يوم يشهد علي الله كني جالس مع منه ومع ابوي، والله العظيم من طيب الرجال ومن طيب اصله يشهد علي الله، وهذه ما هي غريبتين عليه. وبيض الله وجهك وبيض الله وجهك واعيدها مليون مره، والله يا ابو صالح انك سويت فينا خير يومك لميتنا احنا واخواننا، ما خليت نوادع احد الليله هذه، وبيض الله وجهك والله يبعد عنك الهم وغم. وبالنسبه لابو عبد الله انتم عارفينه ما يحتاج ابو عبد الله، الاخ اللي يحتضن اخوانه، ابو عبد الله له فضل كبير علينا، ونبي نقول الله يوفقه بحياته اللي راح لها باذن الله تعالى، ويكتب له اللي فيه ابو سعد مبارك له شيء على المنصب الجديد. استاهل ابو سعد، اخونا اللي قدنا اللي تجيه تقول له ايش يقول ابشر، ابو سعد ما غريبتن عليه. وانا من هذا المكان، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، انا من هذا المكان اعلن بتبري عن سهم عن ابو صالح، ابو صالح بنيته ابو صالح، وعن زياد بنيته المسيره الفنيه استاهل، وابو عبد الله لانه قبل بعد تبرع عنه استاهل استاهل ابو مدى استاهل. اول حاجه اقول الله يبيض وجه قناه الواقع والكيان العظيم، واخص الكلام المالك ابراهيم الحسين ابو صالح الله يبيض وجهه يطول عمره. ابو صالح اصفك راس، وابونا قبل ما ندخل في القناه اول ما واجهناه تحت البث وفوق البث هو ابونا واخونا كبير، ويوجه ما لو ما واجهنا الا في اليوم 10 دقائق يعطيك نصيحه تستفيد منها وما يستغرب الطيب منه. والله يبيض وجهه ويرحم شيبانه ويوفق اخوي زياد الشهري المدير الله يطول عمره، ابو سعد يستاهل والمنصب يزهاك ابو سعد، ومثل ما قال ابو سحاب ما يسد فراغ ناصر الغامدي الا زياد الشهري، ويجعلنا واياكم باذن الله من المقبولين، وكلنا يد واحده في هذا البرنامج، لا الاداره ولا المتسابقين ولا رئيس القناه مالك القناه، كل هدفنا واحد لتطلع من نهوض في نهوض. والله يوفقنا وياكم الحظ الطيب ويجزاكم خير يا اخويا، وعلى ذنب بادر اللي ما تستغرب منكم. صلوا على محمد. بروح بس بروح على ذنب بروح الاعداد ما زبط معاه. صلوا على محمد. يلا يلا. روح عشان تبرع دقيقه. طيب يلا. صلوا على محمد. نقول لا اله الا الله. صل وسلم. اول شيء الف مبروك ابو سعد وخير خلف خير سلف. والشخص المناسب في المكان المناسب. وبيض الله وجهك يا ابو صالح وما قصرت يا ابو عبد الله. ونتمنى من الله التوفيق لنا كمجموعة كاملة بقيادة الإعلام الكبير مديرنا الجديد أبو سعد، عسى ربي يوفقه إن شاء الله، الله يوفق. وهذا من حظنا الطيب أن جينا في فترة كان مديرنا الأول أبو عبد الله وانتقلت من أبو عبد الله إلى زياد الشهري، فهذا والله أنا من حظنا والله. ونسختنا قد قلت لكم نسخة مميزة. وفي الختام أقول يا الله عز دولتنا واهزم من يعادي آل سعود قادتنا فولها وتالي، يا الله عز دولتنا واهزم من يعادي آل سعود قادتنا فولها وتالي. هذا علمي سلامتكم. الله يسلمك.
تاخذ الكبرى ما اول شيء اقول شكرا شكرا من الاعماق ابراهيم الحسين ابو صالح خبر افرحنا وسعدنا جميعا رجعت اخويانا اول شيء من البرايم والغالي البرايم والحاجه الثانيه اللي هو تنصيب زياد الشهري ابو عبد الله ما قصر ابو عبد الله جبل واستلم البرنامج ورفعه لين حطه فوق القمه حط البرنامج هنا فوق راسه وهو جبل فالبرنامج صار فوق قمه الجبل وسلمه الجبل سلمه الواحد تفكيره عالي وعقليته جبارة ومليان طاقة إيجابية فألف ألف ألف مبروك يا زياد الشهري وتستاهل مثل ما قلت لك قبل شوي بعد الفقرة الرجل المناسب بالمكان المناسب وهذه طاقة إيجابية ودافع معنوي لنا بقيادة أبو سعد عسى الله ييسر أمره إن شاء الله ويوفقه في حياته القادمة المهنية بإذن الله ما تنام عينه شكرا شكرا من الأعماق لأبو صالح مرة ثانية إن شاء الله أنا أقول أول شيء ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم لك الحمد اليوم يعني رجعت أخويانا من البرايم والغاء البرايم أسعد خبر أفرحنا وكذلك أخونا ومديرنا أبو سعد إحنا والله فرحين جدا ونشكر الله أبو صالح الله يبيض وجهه ويجزاه خير ومثل ما قلنا من أول ما دخلنا البرنامج هو ما شاء الله تبارك الرحمن والله ما كنا إلا يعني أبونا واللي يرشدنا ويعلمنا ويتواضع معنا في شغلات كثيرة وله فضل علينا كلنا غير فضل ان احنا شاركنا في البرنامج له فضل علينا افضل شخصيه على كل واحد منا ولا واحد منا قد جاه في شيء طال عمرك ولا قضى لزومه هذه شغله والله يبيض وجهك يا ابو صالح والله يبيض وجهك يا زياد الشهري الله يبيض وجيهكم وحنا والله اليوم زياد على ما قيل الفرحه فرحتين اللهم لك الحمد عز الله ان عيدي والله اني صادق وخير مكان مقعود انت هذا الخبر فرحنا احنا أنا ويا أبو عبد العزيز نحن نعم على نعم صادق صدق تستاهلون فرحنا قبلكم أقصد نحن قبلكم حن وبعدين فرحنا كلنا جميع حتى الجمهور بعد فرحة فبيض الله وجهه ولا بيستغرب الطيب من هلا أما بالنسبة طال عمرك لأبو عبد الله فالله يذكره بالخير آمين وخير خلف الخير سلف أبو سعد قدها وحنا هنا طال عمرك مكملين لبعض وتحت على ما قال اللي بيامرونا فيه لا ابو عبد الله ولا زياد احنا طال عمرك هنا مكملين لبعض وان شاء الله طال عمرك احنا وعلى جمهورنا هذا اعتبره انا هديه وهذا دافع معنوي اللي سووه انا اتكلم عن نفسي واتكلم عنكم جميع احنا طال عمرك سلامة بنقدم اسبوع هذا اسبوع استثنائي من يوم نبدا باذن الواحد الاحد وعلى ما قال الهمه لمه لين توصل للقمه والله وفقنا وياكم الحمد لله الله يجزاك بالخير اول شيء اللهم صل وسلم على نبينا محمد والحمد لله على نعمه الامن والامان هذا اول شيء الشيء الثاني الحمد لله على رجعه اخويانا ابو عزوز وابو شايع والغالي ابراهيم ونشكر مالك القناه ابراهيم الحسين الله يبيض وجهه ويجمل حاله الله يبارك فيك اجره يجعل شايبه للجنه ومبارك زياد الشهري على منصبه الجديد والرجل المناسب في المكان المناسب وتحياتنا ودعواتنا لأخونا وغالينا الأستاذ ناصر الغامدي الله يوفقه في مسيرته وأبو عبد الله لو نقول فيه من الشكر منا لين تشرق الشمس ما وفينا حقه كان أخونا وكان معنا وأول بأول وكل ما احتاجنا شيء قال من ذي قبل ذي الله يوفقه ويستر عليه آمين ونعد جمهورنا بالشيء اللي يسرهم ونعد كذلك جمهور الكيان كامل دقيقة بكمل جمهور الكيان كامل بالشيء اللي يسرهم خلال الأيام المتبقية وعسانا نقدم اللي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي والدينا ويرضي جمهورنا بإذن الواحد الأحد وفي الختام أتمنى من جميع شخص يشوفني الحين يذكر الله ويصلي على النبي الله يجزاك بالخير أول شيء يقولوا لا إله إلا الله أول شيء أشكر أبو صالح على تعيينه لأبو سعد المدير القناة حط الشخص المميز في المكان المميز هذا اللي وثاني شيء أشكرك يا أبو عبد يا أبو صالح على على لغيك لإبراهيم وبيض الله وجهكم ما قصرت وهي بغريبة عليك واسال الله العلي العظيم انه يرزقك بالجنه امين امين يا رب سلامتك ابو صالح انا اقول اخوينا اللي محضروا الليله انا بوجه رساله لابو صالح وزياد الشهري العذر منكم اخوينا الباقيين محضروا لانهم كانوا مشغولين في جهه ثانيه لكن الموجودين قبل شوي يسدون اللزوم ان شاء الله ونقول لابو صالح
ولد زياد الشهري البه سب اخر كلمه على بي. انا والله اني ودي احب اختمها بكلمه باتجاهنا خاصة باتجاهنا قبل التختيم قبل التختيم من الحين صل على النبي الفرحه فرحتين اليوم راح فهمتني باذن الله انه ابو صالح برضه يسمح لنا بديك يقول جاي عند هديه اديك نبي نخليها مقلقله الليله الساعه 3 4 مقلقله يا خالي ذا ابو صالح يا ابو صالح تعال يا ابو صالح والله نحب نيابه عن اخويانا يا ابو صالح ويا زياد الشهري فعلا نقول نيابه عن اخويانا كل ابوهم نقول ربنا عرض نجيك انا اشهد طول ابشر بنا والله يا ابو سعد اليوم وبكره ودوم ان شاء الله وبشر بنا عند ابو صالح ان شاء الله احنا نحر ذا المكان ان شاء الله ونقدم اللي يرضي الله ثم يرضي ذا المكان والله كنا مكاننا جمهور الغالي جمهور الكيان العظيم فعلا تحياتي لهم جميعا تحياتي لهم الله يعطيكم العافيه نشوفكم شيني شي بالراس من الفرحه ما هو يعني ما شيء فهمت كيف ابو صالح وزياد والله هذا بيتنا وهذا قريتنا وهذه اراضينا كان هذه ابد نام وطمن وانا اخوك وباذن الله باذن الله يمكن تشوفون شيء يبيض الوجه يلا خلينا نروح ندور الديك الحين يلا خلينا نقلقل لا ازعجني والله ما يخليني والله خليهم قلقل بس يبغون نتاكد هنا اياه والله انا والله تعبان ولكن ماني طالع ان شاء الله والله بحياتي